الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الخاتم. صلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، من الأمور العقدية التي تخفى على كثير من الناس وتطمس فيها فطرتهم، وهو أمر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هي إثبات صفات الله تبارك وتعالى. وقد طلب مني بعض الإخوة أن أذكر هذا الموضوع، وهو موضوع العلو. وهذا الموضوع الذي يشغب فيه الصوفية ويخشى الكلام فيه بعض الجماعات المنحرفة، قد ثبت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكلام الصحابة. من الأدلة على علو الله، وللأسف الشديد هذا الموضوع قد ينفر الناس من دعوة الحق. يقول لك الجماعة ديل بيقولوا الله في السماء، طيب نديك الآيات الأدلة من القرآن، دليل رقم واحد، ربنا قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال ابن عباس من في السماء هو الله. دليل نمرة اثنين، التصريح بالعلو. قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى. معناه شنو الأعلى؟ تحت يعني، في كل مكان، فوق. دليل رقم ثلاثة، التصريح بالفوقية مقرونة بمن التي تفيد العاقل في خبر الملائكة من سورة النحل، قال الله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة وين يا ناس؟ فوق. ربنا قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. دليل رقم أربعة من القرآن، ربنا قال في سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. دليل رقم ستة من القرآن، التصريح برفع بعض الأشياء إليه، قال تعالى في سورة آل عمران يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذا يدل على أن الله في السماء. دليل رقم سبعة من القرآن، التصريح
بنزول بعض الأشياء منه. قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. سورة النحل. قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق. والنزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. دليل رقم 8 من القرآن، احنا لسه ما فتنا القرآن، بعد ده يجيك صوفي يقول لك النازل بيقولوا الله في كف السماء، الله في السماء، لأنه الله قال كده، لأنه الله قال كده في القرآن. دليل رقم 8 من القرآن التصريح بعروج بعض الأشياء إليه. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. دليل رقم 9 من القرآن التصريح بصعود بعض الأشياء إليه. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد، الصعود يكون من أدنى إلى أعلى، معناه الله فوق يا صوفية، الله ما في كل مكان بذاته، الله فوق السماء بذاته بائنا من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دليل رقم 10 من القرآن قول فرعون أنه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ليه قال كاذبا؟ قال العلماء: لأن موسى قال لفرعون أن الله في السماء، قال فرعون: وإني لأظنه كاذبا، أي في ادعائه أن الله في السماء. دليل رقم 11 من القرآن قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. واستوى إذا عديت بعلى تفيد العلو. قال الله جل وعلا في سورة الشعراء: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. معناه بيتحت على الفلك، يعني شنو؟ يعني بيفوق الفلك. على تفيد العلو. الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. في السنة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال ابن مسعود: ثم استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماره. معناه شنو؟ على حماره. قال: ثم استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماره. معناه بيتحت ولا بيفوق؟ بيفوق. معناه استوى إذا عديت بعلى تفيد العلو. الرحمن على العرش استوى أي على. طيب نديك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. صوفية نحن بنريدك يا رسول الله ونحن ما عارف كلام الرسول بتاخده انت يا صوفي، كلام النبي بتقبل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية وحديث، ما عندنا حاجة تاني في الحلقة دي. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا
من في الأرض يرحمكم من في السماء. ده منو يا صوفي؟ صوفي اللي بيقول الله في كل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحمكم من في السماء، ده الله سبحانه وتعالى. وفي هنا بمعنى على، ما معنى داخل السماء؟ لأنه بعضهم بغلطوك بيقول لك يا أخي في، أنت بتقول الله في السماء زي ما قال محمد المنتصر الإزيري الدجال، قال لما تقول الله في السماء طيب لو السماء انشقت هل بيحصل شنو؟ ده الإزيري. في بمعنى على، في تأتي بمعنى على، لكن الصوفية ده لا بيعرفوا عربي ولا بيعرفوا قرآن ولا عندهم علاقة بالسنة ولا عندهم علاقة بالدين أبدا. طرق الصوفية دي ما عندها علاقة مع الإسلام أبدا، وده بتقتنع يا هو ده كتاب. فاصل سريع كده، ده كتاب بتاع القادرية، طريق القادرية في البلد دي. ديل عندهم علاقة مع القرآن؟ عشان ما تكون متعاطف ساي تقول ما يتكلموا في الناس. ديل عندهم علاقة مع القرآن؟ عندهم علاقة مع الدين؟ زول شيخ الطريق القادرية هنا بيقول أنا الله، بعد ده واحد يجي زعلان يقول لك ما أتكلم في البرعي، بتكلم في أي زول صوفي ولا غيره، يتكلم في الله بنتكلم فيه وده واجب، ده دين. بتاع القادرية هنا قال أنا الله عديل. هو ده الكتاب، لو في زول بغالب يقول لك الناس ما قالوا كده وانتوا ألفتوا الكتب، أمشي الدار السودانية الكتب قول لهم أنا دار كتاب بتاع الطريقة القادرية الفيوضات الربانية. زول اللي بيتكلم هنا جوا عن نفسه، قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، أنا كنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، أنا كنت مع عيسى. الود لعيسى شنو؟ تعال القادر يا ده. ها؟ في زول تاني بيبقى صوفي؟ ده قال أنا كنت مع عيسى، تلاقاك كذب أكثر من ده. وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي، أنا الذاكر المذكور في كل نعمة. أي نعمة؟ قال أنا المذكور فيها. أنا الشاكر المشكور في كل مضمر، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده ما عنده علاقة بالدين أبدا، والبيشوك في كفر ده ذاته بيقع في الكفر. وبعد ده يجوك جماعة الأخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات المنحرفة في المساجد يخدوا لك يافتة عشان ما تتكلم في الناس دي. يحمو الشرك ويحمو البدع ويقف حائل الصد بين دعاة الحق وبين الناس حتى لا يعرفوا الحق من الباطل. شفت الإجرام بتاع الجماعة دي؟ أغلب المساجد في الخرطوم هنا عاملين فيها ورقة ممنوع التحدث إلا بإذن اللجنة، واللجنة تلقاها متين اللجنة. ها؟ ديل ما دارين انك تتكلم في التوحيد بصراحة. وفي واحد يمسك يقول لك ده تتكلم في شنو؟ انت مالك خايف؟ انت اللي بخوفك شنو؟ دار اتكلم في الدين. فهمت؟ لانه ما دارين الناس يعرفوا الحقيقة دي. فده بيقول يا اخي، بيقول انا الله، وربنا يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كويس؟ فالصوفية ده ما عندهم علاقة بالدين أصلا، عشان يجي غالط الله في كل مكان والله الله في انت ما عندك علاقة بالله، انت بتعبد الشيخ. انت ما سمعت الخنجر؟ خنجر قال أبونا الشيخ بنزل المطرة، مطرة بنزل مين فوق؟ وبعد ده يقول لك الناس دي حفظوا القرآن وعندهم آلاف الخلاوة، ما قرأ سورة الواقعة؟ الخنجر ده ما قرأ سورة الواقعة؟ ربنا قال فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم يا خنجر، أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا
تشكرون. شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال الله في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت إلا بات الذي في السماء غاضبا عليها. في السماء دمنه ده الله سبحانه وتعالى، معناه الله فوق، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. دليل آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال للناس ألا هل بلغت اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، وأشار بيده إلى السماء. وفي ناس بيتفلسفوا يقول لك ما تقول الله كده في السماء ليه؟ يقول لك لأنه أنت هنا في السودان قلت رفعت يدك كده، والكرة الأرضية دي مدورة. واحد تاني هناك في كولومبيا بيقول الله كده بجنبه والله كده، وذاك بيقول الله كده. النبي عليه الصلاة والسلام في السعودية هناك في مكة قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. أنا هنا في السودان بقول لك الله كده فوق زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الله فوق، وأشار بيده زي ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فدي فلسفة ساي، ما ترفع يدك وما تشير وكده بتحيز لله جهة، دي عبارة عن كلمات يراد بها محاربة الحق. النبي عمل كده، نحن بنعمل طوالي، وكل ما فعله رسول الله هو الحق المحض صلى الله عليه وسلم. طيب نديك من كلام الصحابة على إن الله فوق السماء. كلام الصحابة ديناك الآية آيات والأحاديث كلام الصحابة. حديث زينب بنت جحش أنها كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. دي وهابية زينب بنت جحش، دي وهابية عشان ما يغشوك الصوفية. الصوفية ده ما عندهم حاجة، كلهم عبارة عن كرور، عبارة عن ضلال، عبارة عن شركيات. دين الصوفية هو الدعوة إلى الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، صريحة العبارة. أي طريقة، طريقة فريقة، كلهم تجانية، برهانية، سمانية، قادرية، كلهم يدعو لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب كلها قال يهودي كتب الصوفية كلهم، نصر العلمية بتاعت السمانية، الفتح الرباني بتاعت الطريقة التجانية، بيقول فيه أحمد التجاني قال صلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة. صلاة الفاتح قال أفضل من القرآن 6000 مرة. ده دين بتاع كفر. وهذه الكتب قاعدة لا نبذنا زول، أو يخشك واحد يقول لك ديل بينبذوا الناس، ما نبذنا زول. احنا قلنا الله قال، الرسول قال، وده كلام القادرية قالوا يا هدى، ده كلام التجاني يا هدى، ده الكتاب بتاع التجاني. نبذناه، قلنا عين على الأم، نبذنا حبوبته، ده ما كلام التجاني يا هدى. الكتاب كتاب فيما الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني، تأليف محمد بن عبد الله حسين مين التجاني، دخل جوا هنا ده في الصفحة في بداية الكتاب ده، بداية الكتاب هو صفحة 83. الشيخ بيقول قال وصلاة الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، تعدل القرآن 6000 مرة. صلاة الفاتح دي جابوها من وين؟ قرآن ده صلاة الفاتح. بعدين في كلام أحسن من القرآن يا ناس، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نزل بخالف الله عديل بحرب القرآن ده. لو قال لك صلاة الفاتح بتعدل القرآن، تاني تقرأ القرآن، بتقرأ تاني سورة الكوثر،
ما بتقرا دي بس 6000 مره تبقى مارق. ده كفر يا شيخ، ده كفر. وكل الطرق دي كده، كل الطرق كده. اما كلامنا نحن في الصوفيه ديل وكلامنا في التجانيه وفي البرهانيه وفي غيره من اهل الضلال، نديك له دليل واحد بس عشان ما تتغشى يقول لك دي غيبه. دي ما غيبه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتكلم في المخطئين صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام، قال: من لي بكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله. النبي تكلم عن كعب. كعب ده كان قاعد في المجلس؟ ما قاعد. دي غيبة. لو قلت غيبة انت بتكون كده خطأت النبي عليه الصلاة والسلام. دي ما غيبة. يبقى نستفيد من الحديث ده ان اي زول ضال يجيبوا اسمه ولو كان ما قاعد، ودي ما غيبة ولا نميمة، انما هي نصيحة كما قال اهل العلم. كلام في التجانية ولا في البرع ولا في غيره، دي نصيحة للمسلمين. قال البربهاري: قال: لكي لا يقع فيما وقع فيه المبتدع فيهلكوا. نوريكم عشان ما تقعوا في الوقع فيه الصوفية، وقعوا فيه التجانية والبرهانية وغيره. ده الموضوع كله، وهذا واجب على الدعاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. كويس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبغ له غيبة. والحديث اديتك له في الكلام عن كعب ابن الأشرف. يبقى دي ما غيبة ولا نميمة، وكلامنا ده كله على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا التوحيد الخالص، وأن يجنبنا الشرك، وأن يرزقنا وإياكم القبول، إن ربنا سميع قريب مجيب. أنا أكتفي بهذا القدر، وأقدم الشيخ شيخنا آدم.